السلام عليكم، أنا مصطفى كامل، بطل عالم وبطل أفريقيا وحكم دولي ومدرب منتخب مصر كتير ومدير فني نادي الرحاب ومدير فني أندية قبل كده كتيرة. والأهم ده كله لأن أنا زميل كابتن برشلونة أخويا، هو كان كابتن الفريق بتاعي، عشنا مع بعض سنين عمر طويلة في الجودو، وكان هو كابتن الفريق وحقق ميداليات كتيرة لمصر وحقق نتيجة لمصر، أهمها طبعا إن هو حقق لمصر ميداليه اولمبيه في لوس انجلوس، ودي اللي علمتنا كتير وكان سبب كبير قوي في انتشار اللعبه الشوط في مصر. وحققنا مع بعض برضو، خدت برونز عالم عسكري وهو كان ساعتها واخد ميداليتين ذهب في بطوله العالم العسكريه، ورحنا معسكرات في اليابان ومعسكرات في اوروبا كتير، وكان هو برضو خد فايتنج سبيريت، وانا برضو معاه في اليابان في بطوله الاساتذه احسن لعيبه مقاتله، دي حاجه ما بتحصلش كتير. والأهم من ده كله إن هو بيساعدنا جدا، وفكره إن هو زميلنا في كل مكان. بعد ما بطلنا جورو كلعيبة يعني، بوصلنا إن إحنا مدربين منتخبات، كان هو قدوتنا في الحاجة، أنا حكم، كان هو حكم دولي وقدوتي كحكم، هو اللي قال يسيب التحكيم ويطلع على التدريب، وإداني فرصة إن إحنا نطلع ماشي عشان المهارات، هو عنده مهارة جدا عالية في رمي الحركات، وكان الحمد لله أنا برضه بيبقى دي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. وابتدى يبقى فريق جهاز تيم واحد مع بعض، وابتدينا نطلع جودو في نادي الرحاب، واتجهنا الاول اكاديميه نعملها في جودو في مصر في نادي الرحاب، وقدرنا نطلع بثمار فعلا اللي احنا عملناه في بطوله الانديه العربيه باسم الاسبوع. نادي الرحاب خد المركز الاول في البطوله بتاعتنا، ده فكر الكابتن عشوان، وده دلوقتي هو مدير المنتخبات، ودلوقتي هو برضه الفكر بتاعه عشان يطلع بطل اولمبي زي في مصر زي محمد عشوان كده. فاحنا بنتجه مع الفكر ان احنا بنطلع من منتخبات من تحت بطل اولمبي للكابتن محمد عشوان، قادم ان شاء الله هيقدر يعمل التاريخ اللي صعب قوي يتعمل، لان هو قبل التاريخ ده كان في اخلاق اللي احنا بنعلمها للجمهور للناس، اللي هو علمها لنا كابتن عشوان، بجانب الاخلاق بيحصل بعد كده بطولات اللي هو عملها، ده تاريخ لا ينسى. اخويا وعشت العمر في جميع المعسكرات، وانا سعيد جدا ابقى بالتيم بتاعه في كل مجالات التحكيم والتدريب والمنتخبات الوطنيه، ودايما هو برضه بيشتغل معانا لان احنا عارفين فكره بعض والمجابهه المتحده، وهو لكن هو الاسم الكبير قوي في الجودو هو اخويا الكابتن محمد. كابتن محمد، يمكن انا ملاحظ